اللبس ملوش دعوه بالاتيكيت. يعني انا مثلا بحب قوي طريقه لبس دره، بحب الستايل بتاعها. اوكي، ليتلي كمان بحب قوي برضو طريقه ستايلها على بعضها، سلمى ابو ضيف. اوكي، شيز فيري ستايلش كده، بحبهم. الفكره ان ده لا يدل على الاتيكيت. دي ممكن تبقى واحده فيري ستايلش، صح فيري ستايلش، بتعرف تلبس وتخلط الالوان وعندها فيجن. ما هو ده فن برضو، صح مش كل الناس دارسه ستايلنج. ده بيبقى فن، ده بيبقى حاجه ذوقها حلو، تقال عليها ذوقها حلو، ملوش دعوه انها فاهمه في الاتيكيت ولا